كل من يدعي بأن الكاظمي هو عميل أمريكي، المدعي هو قبله كان عميل أمريكي، خليها بقى. هم شوفهم بالعلن يتكلمون على وضع مجابهة الاحتلال وما شابه ذلك، مع أنه العراق هو غير محتل. أنت كيف تكون مواطن عراقي تقول دولتي محتلة ورئيس وزرائك اللي أنت انتخبته، الشعب انتخبه، الشعب اللي أدى التصويت في قبة البرلمان على حكومة الكاظمي هو يروح يلتقي بالحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية ويتم معها اتفاقيات مثل ما قلت سابقا. هذا تناقض، هذا الشيء غير مقبول. الشعب العراقي واعي، هذا الاستبيان اللي وضع هذا المركز في محافظات العراق إن دل على شيء فدل بأن الشباب العراقي والشعب العراقي بكافة أطيافه وعلى كافة مستوياته الثقافية والقومية وعي جدا بما يحصل في العراق، وسوف يقوم هذا الوعي ببرورة لمساندة الكاظمي في اتجاهه وفي مساره الصحيح لدرء الخطر عن العراق في حالة انسحاب السفارة الأمريكية من العراق، لأن يعني لو تم الانسحاب فعليا فهناك سوف تصبح كارثة كبيرة على العراق، لا يحمد عقباه.